بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن خيرات هذا البلد لا تعد ولا تحصى، فقبل قليل كنا نتكلم عن الخيرات التي يزخر بها البحر والذي يمتد على مسافة 3500 كيلومتر. أما إذا شئنا أن نتحدث عن خيرات الصحراء وما يزخر باطنها من الكثير من المعادن أقلها الفوسفات، وهي لحد الآن أرض خام تحتاج إلى بذل مجهودات جبارة من مصالح مختصة لكي تخرج كنوزا كثيرة كثيرة في هذا البلد. لكنني سأتحدث عن كنز لا يحتاج لاستغلاله أي مجهود. هو كنز موجود لا يوجد تحت باطن الأرض، يوجد على سطح الأرض، وهو هذا الرمال. الرمال، قد يتساءل الإنسان وهو يمشي على ضفاف هذا المحيط عن قلة الرمال المتواجدة هنا، حتى لكأنك تمشي على الصخر، يعني أن الرمال قد انسحبت وبقيت الصخور. وأنتم ترون هناك في ذلك الجبل هي يعني تقريبا عبارة عن أحجار والرمال قليلة، فما الذي جعل هذه الثروة العظيمة يصيبها هذا الاستنزاف؟ إنها مقالع الرمال، مقالع الرمال. ولا شك أنكم تعرفون قصة مقالع الرمال. مقالع الرمال هي رخص يستفيد بها منها بعض المحظوظين، فيكون مدخولهم في اليوم الملايين المملينة. ففي العيون وفي هذه المناطق توجد مقالع للرمال، تصدر الرمال إلى إسبانيا عبر البواخر، ولذلك تستنزف هذه الثروة بشكل غريب خطير. تستعمل كمادة من مواد البناء، وتستعمل أيضا من قبل إسبانيا لكي تجعل على ضفاف محيطاتهم أو بحارهم. ولذلك فمن جملة الفساد الذي يتعرض له هذا البلد، ومن جملة الخيرات التي تستنزف بطريقة غير عادلة وتعطى لأناس معينين ولا يستفيد الشعب من هذه الخيرات، هي مقالع الرمال. ولذلك فإن الكثير من الغيورين في البلد يرفع عقيرته من أجل أن يتم إصلاح هذا الملف والوقوف عليه ومحاولة رد هذا الخير إلى أهله ورد الأمور إلى نصابها. وهي رسالة لمن يهمه الأمر، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.